تحديث البعض عن التحكم في القطاعات كيعكس يعني حقيقة كيف يتعاطى هذا البعض مع المسؤوليات ومع التدبير ديال الشأن العام. حكاية الفارين من العدالة يعلمها الخاص والعام، هذه معلومة مشاعة. وسيد الوزير في برنامج تلفزي تحدث كفاعل سياسي الجهة المعنية، اليوم خص تكون عندها الشجاعة وتقول هاد الناس ماشي معانا، صافي انتهى الأمر. في هذه القاعة، هذه القاعة دارت نقاشات حامية وفيها اتفاق واسع حول الإحالة، حول المادة 111، وما عمرها كانت موضوع ديال الخلاف. ولذلك اليوم سنكون واضحين، واش حنا مع محاربة الفساد أو لا؟ لا، بوضوح. وبالتالي النتائج ديال القضاء المالي وديال المؤسسات التي في حكمها ينبغي أن نتفق جميعا على أن تذهب يعني حتى النهاية. والسيد الوزير، نحن لنا الثقة الكاملة فيكم، في شخصكم وفي الحكومة، بأنكم يعني متقيدون بالنزاهة يعني في أبهى صورها. شكراً.